في ورقة يا باشا لقيتها بخط ايد المقدم ماجد، كانت في جيب القتيل. الورقة دي يا باشا فيها شوية عناوين كده، مش فاهم فيها حاجة بصراحة.
من الاخر يا طارق باشا، راقب المخزن وانت توصل لماجد وناجي خالص. انت فاكر ان احنا ما نعرفش عنك حاجه، وانت فاكر ان ممكن تاخد حاجه من ناجي الخليلي بدون مقابل. امشي ورا المعلومات اللي اديتها لك وهتوصل لاسم اللواء. بنت الدكتور كانت مخطوبه لابن اللواء. وريني شطارتك يا سعاده الملك. ايوه يا امين، انا رضا ما تقفليش. بقول لك انا عارف ان انت خدت الفلوس استاذ محامي بقى يا باشا، وعجبك يعني، واحنا ملتزمين باتفاقنا معاك. انا عايزه اقدم بلاغ بشكل رسمي ومسؤول عن كل كلمه هقولها. ما ينفعش ابقى عارفه ان التحقيق ماشي بشكل سري واسكت. مش عايز يقف في طريقي تاني عشان ما اضطرش اقتله. حاضر يا حبيبي. كنت عايز رقم تليفون. مين؟ شيرين النجيري. طارق باشا، انا مضطر اقبض عليك بتهمه قتل المقدم ماجد العزازي. مش قادره اتصور ان سيف ممكن يبقى ضعيف نفسيا بالشكل ده. انت من الاخر كده ما ينفعش تعرفي الحقيقه، لانها كده كده هتضايقك. احنا محتاجين نعرف اللواء اللي سيف بيدور عليه. ازاي؟ طلع كل ملفات الناس اللي اتقتلوا من عندي في المكتب، خدها وقراها وركز فيها وشوف هتوصل لايه. انت رحت بيت سيف وهو مش موجود؟ عينت حارس قدام بيته. هو الحارس ده تبعنا؟ لا. من فضلك ما تحتجزش النقيب طارق اكتر من 24 ساعه بدون عرض عنياب. قوم مع النقيب طارق وخد معاك كمال ودوه النيابه. هو حضرتك فين؟ انا هتلاقيني قاعده جوه في الكافيه. نجدة؟ ها يا باشا، كنت عايز ابلغ بس عن حرامي مسكناه بيسرق عربية. احنا ضربناه وماسكينه في الجراج اهو. بس خد بالك يا باشا، ده كان معاه سلاح وعايز يقتل السايس. انا اسمي سيد عليوة يا باشا. رقم بطاقتي من اليمين ولا الشمال؟ ما قتلتوش. مش محتاج. ولما يقول لهم على كل حاجة؟ اكيد هيقول لهم. بس انا عطلته شوية على قد الوقت اللي انا محتاجه. ساعتها لما يتكلم ويقول لهم كل اللي حصل هتعمل ايه؟ عادي، ساعتها هتبقى كلمته قصاد كلمتي. ايوه حضرتك فين؟ انا في الكافيه اهو. معلش حضرتك اتاخرت عليا، وانا كان لازم امشي عشان اتاخرت، عندي شفت. معلش والله العربيه عملتها معايا. لا مفيش مشكله، احنا ممكن نخلي ميعاد يوم تاني، يعني بكره مثلا. طيب في نفس المكان؟ اوكي نفس المكان. ماشي، مع السلامه. ادخل. اتفضل يا حمدي. شكرا يا باشا. ايه اللي تم في موضوع طارق؟ مفيش جديد سعادتك، احنا اتكلمنا معاه وحولناه للنيابه وكلها يومين ثلاثه ونشوف الموضوع هيوصل لايه. بس بصراحه كده سعادتك، انا مش مصدق ان طارق ممكن يكون عمل كده. يعني عايزنا نتجاهل القرائن اللي قدامنا؟ انا ما قلتش كده سعادتك، انا حولته للنيابه واتخذت الاجراءات القانونيه.
بس هو في موضوع كده انا بصراحه مش قادر ابلعه. خير؟ مشير المحاميه، ازاي سعادتك تبقى هي اللي بتدافع عنه وفي نفس الوقت هي اللي مبلغه عنه؟ هي ما بلغتش عنه، هي جت وقالت لي، وعموما اتحقت هي اللي هتثبت. طب وهي بتدافع عنه ليه؟ هي بتدافع عنه لانها شك انه يكون مدان، يعني ماشي حسب القانون. عموما الموضوع دلوقتي في النيابه وهي تحضر معاه التحقيقات، ولو حست انه بريء اول واحده تثبت براءته هي، لانها ساعتها تكون مقتنعه بناء على قرائن جديده ودلائل جديده. عموما قول له ان هي اللي بلغت عنه، ولو عايز يغير الدفاع هو حر. هو مش الفكر سعادتك، بس هو في موضوع غريب تاني. احنا لقينا قسيمة جواز بين طارق ومشيرة. وده دليل على ايه؟ هو طارق بينكر الجواز ومشيرة ما جابتش سيرة الموضوع ده خالص. برضه مش فاهم ده ايه علاقته بالقضية. والله سعادتك انا شايف ان في حد كده بيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخلينا نشك في طارق، ويحسسنا ان هو عنده دوافع قوية عشان يرتكب الجريمة دي. مين الحد ده؟ وايه مصلحته في حاجة زي كده؟ حمدي، لما اكون قادر تجاوب على السؤال من غير تردد تبقى تعالى قابلني تاني، لكن لحد ما ده يحصل سيب النيابة تشوف شغلها. اتفضل معانا. اتفضل معاكم فين؟ على الاسم. اسم؟ اسمي ايه؟ انا ظابط، انا النقيب وائل نصر الله مباحث، والسلاح ده ميري. ميري؟ معاك بقى سعادتك اللي يثبت شخصيتك؟ اه طبعا معايا. خد كل حاجه حتى الموبايل. حلو، يبقى بكل هدوء كده بقى تكون معانا نوصل لحد الاسم، وسهل قوي هناك تثبت الكلام اللي بتقوله. ماشي. اتفضل. هاتوه. بسرعة شوية. ما تقاومهمش. ما تقاومهمش. صباح الخير. أنت هتتحول للنيابة دلوقتي. وأنا جاهز. فكرت هتقول إيه؟ لا أنا بس نمت شوية. نعم. هقول يعني غير الحقيقة؟ مفيش حاجة محتاجة تفكير. طارق ما ينفعش توجه أي تهمة لسيف. ليه؟ لأن أنت ما عندكش أي دليل يخليك تثبت التهمة عليه. أنا جبت ملف قضية الصياد من الجهاز عندك، وهبدأ أبني دفاعي عنك على القضية. فلما تشكك في سيف يعني أنت بتشكك في شغلك في القضية، وده مش هيبقى له أي معنى قدام النيابة. أنا ما عنديش استعداد أقول أي حاجة غير الحقيقة. ما اقدرش ابقى مقتنع بفكره ان اخبي. اقول ايه يعني؟ انفي كل الاتهامات، قول التحريات اللي انت وصلت لها، الطريقه اللي انت وصلت بيها للمقدم ماجد طريقه واقعيه جدا ما فيهاش اي مبرر يخليك تقتله. لكن لو فضلت تقول سيف هو اللي عمل محدش هيصدقك، بالعكس هيضعف موقفك في القضيه اكتر. ازاي؟ مش فاهم قصدك. بص يا طارق، العقيد حمدي والعميد جليل شاكين ان انت بتكره سيف، وعشان كده عايز تلفق له التهمه. يعني هما شايفين ان انا قتلت عشان البسها لسيف؟ لا، هما شايفين ان انت بتتكلم عن سيف عشان بتكرهه، وفي الوقت الحالي مفيش اي حد في الجهاز عنده استعداد يسمع كلمه واحده عن سيف، بالذات ان هو لسه مساعدهم ومخليهم يمسكوا شحنه الاسلحه بتاعت ناجي الخليلي. اهدى شويه لحد ما حاله الانبهار اللي في الجهاز بسيف تقل وتلاقي ودن تسمعك. القضيه دي واللي مكتوب فيها هيخلينا نقنع النيابه ان انت عملت شغلك وعلى اكمل وجه كمان. انت شايفه كده؟ شايفه ان انا عملت شغلي على اكمل وجه؟ طبعا، حتى بعد اللي حصل لمدحت. طارق متهيالي قلت لك قبل كده ان انا ما بحملكش المسؤوليه. بص يا طارق، انا هقول لك الحقيقه لاول مره علشان تركز كده وتهدى وانت قدام النيابه. مدحت راح للراجل السمسار اللي جوه السجن وقال له ان انت رحت له وكنت عايز تجنده، واتفق معاه على فلوس كمان. طب انت عرفت ازاي الكلام ده؟ واحد من اللي جوه السجن قال لمرات مدحت، راح عمل اتفاقيه مع شويه مجرمين ما كانش هيتعاون معاكم، راحوا قاتلينه، فمش غلطتك. أنا متشكر طبعا يا جدع.
تقولي لي كده. انا احس فعلا ان انت شكرتني لما تلتزم باللي احنا اتفقنا عليه قدام النيابه. ممكن. فتح المحضر بتاريخ اليوم في تمام الساعه 12 بمعرفتنا نحن حسام الطراحي وكيل نيابه مصر الجديده، وبناء على المحضر رقم 325 والمحول الينا من جهاز مباحث امن الدوله، وبمناسبه تواجد السيد طارق فيصل غلاب المتهم بقتل المقدم ماجد العزازي والمدعو مختار رسلان امامنا وشرعنا في سؤاله، ما قولك فيما هو نسب اليك؟ معلش يا سيف، عزائك الوحيد ان واحد في السجن والتاني اتنقل من هنا. ايوه بس اللي بيحصل ده لازم يتحط له حد. بقول لك الواد اللي اسمه وائل ده بيهددني، انا بيهددني في وشي كده عيني عينك. معرفش اتجنن ده ولا ايه. بيقول لي انكم هتجيبوا دكتور تبعكم ويظبطه ويخليه يكشف عليا ويكتب في التقرير بتاعه ان انا مش كفيف، بعد كده اتحول على التحقيق واتسجن. يا اما كده يا اما اقول ان انا اللي ساعدت طارق عشان يوصل للمقدم ماجد، وانا ولا ساعدته ولا اعرف حاجه اصلا عن الموضوع ده. انا ما رضيتش ارد عليه وما رضيتش اتخذ اي اجراء الا لما اجي واتكلم معاك الاول. كويس انك عملت كده. للاسف طارق خيب ظني فيه، طلع غير ما كنت متوقع نهائي. تفتكر هو اللي قتل ماجد؟ ما اعرفش يا حمدي ومش عايز اعرف بصراحه. انا مش عايز ابقى طرف في الموضوع ده. هو الواد ده من الاول واخد جنبه وراكب دماغه، الله اعلم بقى. وبعدين انت مش بتقول انه هيتعرض على النيابه؟ خلاص النيابه بقى هي اللي تقول الحقيقه. طب قول لي اعمل ايه عشان المضايقات بتاعت وائل دي توقف؟ على فكرة وائل وطارق صحاب، تقدر تقول التابع بتاعه، يعني أي كلمة هيقولها هيصدقها، وطبعا هو عايز يوجب معاه والتفاهات اللي أنت فاهمها دي. أنا ما استبعدش عنه أي حاجة، الواد مجنون، ممكن يتبلى عليا ويلبسني مصيبة. قول له يبعد عني يا حمدي يا إما أقسم بالله ما هسكت. حاضر. عملته إيه مع الخليلي؟ أبدا، هيتعرض بكرة على النيابة. مش هيقول حاجة. لازم يحصل معاه اتفاق عشان يتكلم. والله يا سيف موضوع طارق ده غطى على كل حاجة. أنا دماغي مشوشة، كلها أسئلة ومش لها إجابة. طب لو الصياد هو اللي بيقتل الضباط، إيه اللي يخلي طارق يقتل ماجد؟ ليه؟ هل هو شريك الصياد؟ طب ليه؟ محتاج فلوس؟ لا. ماسك عليه زلة؟ ما أعتقدش. وبعدين بيتهمك بالثقة دي إزاي؟ ما عندكش تفسير للموضوع ده؟ ما عنديش اي تفسير، بس هو الواد غريب جدا. من اول يوم شفته وهو داخل معايا في مبارزه، عايز دايما يثبت ان هو الاصلح والازكى، حاجه غريبه جدا. يوم يتهمك اتهام زي ده؟ ده بيقول عليك ان انت صياد. اتفضل بقى. انت فاهمش بقى، جايز الانجاز اللي احنا عملناه في قضيه ناجي خليلي اللي هو فشل فيها مضايقه حبتين. طب بقول لك يا سيف، ايه رايك لو نعرضك على دكتور فعلا؟ نعم. يعني دكتور محايد وتكون انت موافق عليه. ما عنديش مانع لو ده هيفيد في التحقيق او هيريحك انت على الاقل يعني شخصيا. مفيش اي مشكله، شوف الميعاد اللي يناسبك وانا جاهز. يريحك انا؟ انت فاكر ان انا شاكك فيك؟ لا انا بس عايز احط حد للمواضيع دي. وانا قلت لك ان انا موافق. والله العظيم بيمثل. انا شفت امبارح يا فندم وهو مفتح كان ماشي في الشارع عادي جدا من غير نظاره ولا حاجه وعينيه مش بيضه. يا فندم انا رضيت اجري ورا حد مكان هيقتلني. انا مستعد اصدقك، بس هات لي دليل واحد غير شهادتك. انت كده بتقول كلمه قصاد كلمه، وبعدين انت كلمتك مجروحه عشان انت صاحب طارق، وما تنساش انك كتبت علينا قبل كده وخدت جزمه واتنقلت. يا فندم انا عملت تحريات عن الصياد وعن سيف، التحريات تثبت ان سيف كتب علينا في كل كلمه قالها لنا.
فادي من فضلك اقرا الملف ده وقول لسعادتك تاني انا شفت السيف وهو مفتح. وهو ما عندوش مانع ان احنا نجيب دكتور تبعنا يكشف عليه. مستحيل مستحيل، لان اول ما نخش في الجد هيعتذر، هيتحجج باي حجه. هنشوف. لو ما اتحركناش بسرعه يا فندم هتبقى مصيبه. طارق قال لي انه هيقتل اللواء اللي بيدور عليه وهيختفي، وده معناه ان هو بيحاول يضيع وقت او بيحاول يكسب وقت. يا باشا بص، انا امبارح كنت بقابل واحده شايف انها خيط مهم جدا هيوصلني للواء ده، لقيته في وشي. ده معناه ايه؟ انه كان هيقابلها. هاي حد تاني غيرك شافه؟ للاسف لا. طب عايزني انا اعمل لك ايه بقى؟ احنا مراقبينه 24 ساعه، يعني ما يقدرش يروح في حته غير لما نبقى عارفين. فعلا؟ طبعا. الكلام اللي قاله طارق كلام خطير جدا، واحنا ما بنسيبش حاجه للصدفه والاحتمالات. انت لو بتحب طارق بجد هات لي دليل ان سيف ده بيشوف وحاول يقتلك فعلا، وانا هطلع امر بتفتيش شقته والتحفظ عليه. انا ما انكرش ان انا شاكك فيه، بس لو حققت معاه من غير دليل مادي واضح هتبقى انت اتنقلت وطارق اتسجن وانا هروح على السرايا الصفرا. كويس اني افتكرت. في رقم هتلاقيه على التليفون بتاع احمد حسن، كلمه. حاضر. احمد بيومي، احمد عبد العزيز، احمد حسن. اتفضل يا باشا. الو. انا لسه ماشيه من نيابه. وايه الاخبار؟ خد 4 ايام على ذمه التحقيق. كويس اوي، ده اكتر من اللي انا محتاجه. مع السلامه. يلا اتفضل. مريح كده، أنا بتهيألي في الآخر هيطلع نصاب. عايزين حضرتك تيجي معانا 5 دقايق بس عشان في موضوع هناخد أقوالك فيه. بس أنا مصممة إن دكتور وليد يشوفك يا سيدي. وأنا قلت لك مش مستعدة نفسيا. إيه؟ العلاج بالعافية؟ أستاذة، أستاذ شريف بره. خليه يدخل. طبعا. إيه يا بنتي المشوار اللي أنتي بعتيني فيه ده؟ مشوار إيه؟ بتاع ملف الضابط شادي أبو سعدة، ما عندهمش حد بالاسم ده خالص. يا نهار أبيض، وأنت رحت بنفسك يا شريف؟ أنا كان قصدي طبعا تبعت حد من عندك، تلاقيك دخت عليه. يعني إحنا بنحب نخدم يعني في الحقيقة. طيب انا بقى هتعبك تاني، لانك لازم تيجي وتديني افاده في القضيه بتاعه طارق غلام. لازم تقول ان انت ما لقيتش ملف باسم الضابط ده. يعني ده هيبقى في صالح الموكل يعني؟ طبعا. ماشي. يعني ايه؟ لا ابدا، يعني انا عارف انك يعني مشغوله وعلى طول مشغوله. ف عايز اعزمك على الغدا.
للأسف فعلا مشغولة. على فكرة أنا قريب أوي هسيب مراتي. شريف أنت اتجننت؟ لا ما اتجننتش، بس أنت على طول مشغولة وعندك قضايا وجاية من القضايا وعندي محامي وعندي نيلة، أعمل إيه طب يا مشيرة؟ أتكلم معاكي إمتى؟ أنا مرتبطة والله. المرة اللي فاتت ما كناش اتفقنا ان احنا نقول، بس المرة دي خلاص اتفقتوا. مبروك، ربنا يتمم بخير. طيب انا هنزل، انا بقى اروح المكتب وبيكلميني في اي وقت. انت زعلان؟ كل شيء اسمه نصيب. محتاجين ان احنا نعرف مين اللي عمل التصريح لهشام البكري. الاستاذة مشيرة. ايه ده؟ ايا كان، انت ايه علاقته باللي بيحصل دلوقتي؟ انت متجوز مشيرة يا باشا؟ لا. امال ايه ده؟ ده عقد جواز مزور. فاكر هشام البكري؟ فاكره. مين اللي عمل له تصريح علشان يقابل الراجل بتاع العلاقات العامة؟ مشيرة. ايوه بس لما احنا سألنا قبل كده علاء بتاع العلاقات العامة قال لنا ان اللي وصى عليه ضابط اسمه سالم علي. سالم علي؟ ما تتعبش نفسك، مفيش حد عندنا بالاسم ده. يعني سيف هو اللي ورا التصريح؟ لو اللي انت بتتهمه بيه حقيقي يبقى من الطبيعي انه يعمل كده. بس كاتبه مشيرة بتشتغل معاه وعايز اتغرقك بكل طريقه ممكنه. قالت لي ما جيبش سيرته في التحقيقات بتاعت النيابه. وهي اللي بلغت عنك وما انكرتش عقد الجواز اللي بينكم. مش فاهم حاجه. ده هي اللي جابت لنا بيانات الخليه والظباط اللي اتقتلوا. هي اللي جابت لنا موضوع السلاح كله. يمكن عشان يدور على اللي فاضل وسيف يكمل انتهامه. طب واخوها اللي مات؟ هي خساره ليها طبعا. بس هي راضيه انها تدفع الثمن. الحب اعمى. على فكره أنا قريت التحريات اللي وائل جابها، أي حد يقراها لازم يشك، وده معناه إن شخصية الصياد شخصية وهمية سيف ألفها عشان نجري وراها وهو يكمل اللي بدأه. زي بالظبط لما عمل أعمى عشان محدش يشك فيه، يبقى هو اللي شايف ومحدش عارف حاجة. بس كل ده كلام، كلام مهم ممكن يخلينا نطلع إذن النيابة بتفتيش شقته، لكن دليل إدانة مفيش. المشكلة الأكبر بقى إن لو الكلام ده حقيقي يبقى في جريمة قتل هتحصل قريب للوا إحنا مش عارفين هو مين، ودي بقى لو حصلت هتبقى القضية اللي هتقضي علينا كلنا واللي حل لك المشكلتين بضربة واحدة. إزاي؟ هديك دليل إدانة واضح لا يقبل الشك، أخليك تقبض على سيف متلبس بشرافة قتل، وفي نفس الوقت هتنقذ اللوا. الحقني بالدليل ده. أنا عارف اللوا اللي سيف عايز يقتله بيراقبوك، بيقربوا منك. وأنا بقرب للنهاية. هتسبقهم، هتقدر. أنا لوحدي وهم كتير. يعني هم أقوى منك؟ ما تستهونيش أبداً بقوة العدد القليل. هتعرف تعدي من بين إيديهم. بس المهم أبقى عارف أنا رايح فين. حاضر.
حضرتك شيرين مش كده؟ اتفضل. معلش انا خليت المقابله هنا عشان حسيت الجو مش هيبقى مناسب خالص في المستشفى. لا والله ده انا اسف على اللي حصل امبارح، والله غصب عني. سوري كمان برضو ما قدرتش استناك امبارح، الوقت كان اتاخر. طيب انا حفاظا على وقت حضرتك، وعلشان برضو انا عايز اسلم الموضوع اوام هبتدي على طول. اتفضل. طيب حضرتك طبعا كنت عارفه الوالد الله يرحمه اتخرج من جامعه ايه. انا عارف اني في اصعب مرحله، آخر مرحلة، عارف إن في حاجات كتير محتاج أقفلها أظبطها عشان ما أقعش، بس للأسف مش قادر أركز في أي حاجة غير الهدف اللي أنا عايزه. متأكد إن أنت بعد كده هتقدر تتصرف؟ مش مهم لما يبقى يجي بعد كده. الغريبة بقى إن أنا قربت قوي، وبالرغم من كده عمري ما حسيت إني بقيت للدرجة دي. أنا متشكر جدا على وقت حضرتك، وإن شاء الله الموضوع لما ينزل هيعجبك. إن شاء الله. طيب انا عارف طبعا ان دي اول مره نتقابل، بس انا بصراحه مش قادر امشي من غير ما اسال حضرتك سؤال، وخايف بصراحه لا يكون سؤال محرج، فلو حضرتك اتضايقت انا هسحب سؤالي فورا. لا مفيش مشكله، اتفضل. هو حضرتك كنت مخطوبه او هتتخطبي لواحد باباه ضابط شرطه؟ معلش انا اسف انا بسحب سؤالي. لا لا مفيش مشكله، الكلام ده فعلا حقيقي وسؤال مش محرج ولا حاجه. هو يعني بابا كان صديق بابايا الله يرحمه وتقدم لي فعلا، بس انا كنت ساعتها مهتمه بالدراسه اكتر، ما كنتش عايزه اي حاجه تعطلني عن الدراسه. هو انا طبعا عرفت علشان بابا كان مع والدك الله يرحمه في المدرسه. يعني بابا؟ ايوه اللي هو. لا لا ما اعتقدش، مش معقوله طبعا، لان هو اساسا بابا فرق السن ما بينه وبين بابي مش اقل من 10 سنين مثلا. لا ده واضح بقى ان حضرتك مش عارفه. وانت اللي عارف؟ ايوه وانا عارف كمان سنه وعارف اللقب بتاعه. هو اكيد ما قالكوش على اللقب بتاعه لانه كان لقب مش حلو قوي. يعني هو ايه اللقب بتاعه؟ طب حضرتك ما تعرفيش؟ طب قولي لي على اسمه بالكامل، لان يعني ممكن يكون انا بتكلم على واحد تاني خالص. وبالبساطه دي قالت لي. وعرفته؟ انا عارفه كويس، المهم ان هو بس ما يبقاش عارف اني بقرب منه، اني مستنيه من سنين ومنشن عليه، والوقت جه عشان اخلص بقى. كل واحد فينا عنده هدف، حتى لو ما كانش عارف هو عايز ايه، ده في حد ذاته هدف. الراحه في الدنيا دي وهم سراب، بس احنا مش قادرين نبطل، مش قادرين ما نجريش وراه، ولما بنعرف حقيقته كل واحد فينا بيتعامل مع الحقيقة بطريقة غير التاني. في اللي بيهرب، واللي بيقرر يواجه، واللي بينكر لأنه مش عايز يشوف. وانت؟ أنا ما كانش عندي أي هدف في الدنيا غير إني أعيشه بس، ودلوقتي نفسي اموت. صباح الخير يا باشا. صباح النور. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. خير في ايه؟ لا خير يا باشا، احنا جايين نتكلم مع سعادتك شويه. اتفضلوا. ازي حضرتك يا باشا؟ الحمد لله تمام. انا كنت عايز اقابل اللي هو سامي الشاب. ممكن اعرف بخصوص ايه؟ موضوع حياة أو موت. Thank you.